اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده عايز اعمل حاجات جديده وفي نفس الوقت كمان تكون سهله على ست البيت اللي هي ام وخالتي وعمتي وبنتنا اللي بيقفوا في المطبخ وبيجتهدوا ان يعملوا حاجه حلوه يرضوا الاسره وضيوفنا. واللي عايز يقولك والله لازم تاكلي من ايدي النهارده ولازم تتغدي من ايدي، لازم كلمه تسلم ايدك يا حبيبتي. النهارده هنعمل اسكالوب لحمه بالجبنه، حاجه كده اختراع من الشيف المغازي. الاسكالوب باللحمه دايما بنعمله ليه شريحه اللحمه الاسكالوب اللي هي بتيجي من الوش الفخده وبتتعمل مع بيض وبقسماط. النهارده هنعملها مدرسه جديده خالص، مدرسه المغازي لفن الطهي. معانا طبق مكرونه بالمشروم، جيبوا لي المشروم يا شباب. شوف هنعمل المكرونه ازاي مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. وطبق المكرونه ده كمان بيتميز بان هو فيه فليفر من الكريمه اللباني والطعم والزعتر. الخيار المخلل هنا هيكون شريك لعمل الاسكالوب، ولكن المفاجاه بقى وجود الفاكهه في السوق بتاعنا والفاكهه الحلوه من خير ارضنا، اذا كان العنب الاحمر الابيض التفاح الجوافه الموز، كل ده مع بعض هيبقى ميكس هنعمله مع طبق كسكسي جامد جدا ونسميه طبق حلو، طبق كسكسي بالفواكه الطازه الجميله الحلوه. يتصدرها طبعا القرفه الخشب والقرفه الناعمه مع سكر لطيف وجميل. انا مش عايز اقول لحضراتكم لان عندي تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه، وكمان اساعدك انك تقف في المطبخ تعملي حاجه جديده. ما تيجوا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اطرحه لك. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع عمل الاسكالوب. اسكالوب اول حاجه بدايته عشان ينجح معاكي لازم تكون حته اللحمه خاليه من الدهون، وتشتريه من جزار انت بتثقي فيه. ليه؟ لان ممكن تتعبي تجيب الاسكالوب ده وتجيب له البيض وتجيب له البقسماط وتجيب الزيت تقلي فيه. طبعا والله العظيم جايه من عند الجزار على هنا اهي، وقطعيته. قال لي يا شيف مغازي اخبط لك عليها وافرتها لك، قلت له يلا عشان اكسب وقت. بس هنرشح للساده المشاهدين احنا عملنا ايه، والله العظيم مصداقيه اكتر من كده مفيش. الحته اللحمه الحلوه بنشتريها من عند الجزار. معانا فرسان التلفزيون المصري، التفاصيل اللي هي جوه حته اللحمه خاليه من الدهون، عرق الدهون لازم من وش الفخده، لازم تتقطع تتحط على كذب من البلاستيك بمدقه اللحمه الناعمه وتتفرد بالشكل ده كده. ابو توصي الجزار يفردها لك، هو دي الخطوه. دول تقريبا عاملين 750 جرام بنفس الطريقه. عايزه ترقعها كده مفيش اي مشكله. هنتبل اللحمه دي مع بعض. يتبلها ازاي؟ واحده واحده كده واحنا شغالين. تتبيله حلوه كده لطيفه بسيطه سهله حلوه قوي. بنجيب كسرولة. المقادير على الشاشه، اللهم صل على النبي. اسكالوب لحمه، شرايح من اللحمه خاليه من الدهون، معانا خيار مخلل، معانا زبده، ومعانا جبنه شيدر هنطبخها طبعا على النار، ودقيق وملح وفلفل وزيت لتحمير الاسكالوب الجميل الحلو. تعالوا نتبله مع بعض كده سريعا. عصره ليمون، وخلي بالك لما تحط عصره ليمون على حته اللحمه بالتاكيد طبعا لونها هيتغير. عصره الليمون دي عدلها معلقه خل صغيره. ما انا عايز اتبل حته اسكالوب كمان تستوي معايا بسرعه، وفي نفس الوقت كمان ما يبقاش فيها زفاره، لان احنا معانا مشكله مع الاسكالوب بعد ما بنحمره في الزيت الشيف مغازي نيجي نقطع منه وناكل نلاقي فيه ريحه زفاره. شويه زعتر حلوين كده، والزعتر بتاع ده كده لازم نفركه على ايدينا. شفت التركيزه الصغيره دي؟ دي بتعمل شغل في الايه؟ في الموضوع. الزعتر زي ما هو كده بتفضيه وتجيب ايدك كده. الفركه دي بقى بتطلعي ايه؟ تفاصيل الزعتر والريحه بتاعته. ننزل كده، حلو قوي. شويه الملح الحلوين. الله، انا واخد ايديا كده ريحتها زعتر حلو قوي. وعندنا كمان يا عم الشيف في التوابل دي فلفل اسود. بس. نقلب دول مع بعض، ملح فلفل اسود عصره ليمون وشويه خل. واخد الاسكالوب بتاعنا ده كده، ميه بصل، نحط ميه بصل، عصره ليمون، عصره طماطم مبشوره، مش هتقول لا. بس خلي بالكم انا بقول كده، انا ما حطيتش لا ده ولا ده، لا حطيت ميه بصل ولا حطيت طماطم مبشور، لان هنا بقى لما بقول المطبخ رؤيه وفن وابداع
في كلام كبير قوي. السكالوبي ده هيتقدم ازاي؟ بعد ما احمره في الزيت هعمل له اعاده هيكله، ان انا هعمله بالجبنه الشيدر. ازاي؟ الكلام ده هنشوفه مع بعض. تبلنا الاسكالوب، بنخليه على جنب، بنجيب بوله تانيه. البوله دي بنعمل خلطه البانيه اللي انا مش بحبها، فيها شغل كتير، عباره عن دقيق وبيض في المقادير، 2 بيضه. حلو، بنحط على البيض ده رشه ملح ورشه فلفل صغيره بالطبيعي، معانا الفلفل بالشكل ده كده، ومعانا شويه ملح صغيرين، وفي المقادير معلقه دقيق مع البيض. يا شيف اسمع كلامي بس كده عشان في موضوع هنا هنشرحه مع بعض. معلقه دقيق، حلو قوي، ونقلب دول مع بعض، وشويه حليب حلوين كده. دي خلطه البانيه بتاعنا. اذا نطلع بمعلومه هنا غير معلومه، بتقول ايه؟ بتقول اضافه معلقه دقيق للبيض والحليب في عمل اسكالوب بالبانيه بيجعل قطعه اللحمه لا تنكمش، تتمدد وهي بتتقلي، ما تنكمش. بيض، معلقه دقيق، شويه حليب، رشه ملح، رشه فلفل اسود عشان الزفاره بتاعت البيض، الفلفل الاسود، ونقلبهم مع بعض. اصبح عندي خليط متماسك له قوام بالشكل ده كده، حلو قوي. هنعمل ايه؟ هناخد السكالوب بتاعنا ده كده عشان ريحه ايه، حلو قوي. ناخد السكالوب بتاعنا ده كده، بنحطه في الخلطه دي كده. بس اللي انا بشتغله ده غلط، بيقولوا لي ساعات على السوشيال ميديا يعني، والجمهور بتاعي لما بيقول لي يا شيف غزل فجاه وانت بتشتغل بتقول انا بشتغل غلط، بنتصدم من كلامك ده. لا احنا مش عايزين نتصدم. يعني ايه غلط؟ لما بقول غلط ده يعني من نوع الفكاهه وبهزر، ان انا اللحمه دي لازم تتحط في الثلاجه في التتبيله انا تبلتها دي اقل حاجه ساعتين. يعني لازم تحطيها في الخلطه اللي انا عملتها المرينيه بتاعها او التتبيله اللي هي عباره عن ليمون وخل وتوابل، لازم تتحط في التلاجة مش اقل من ساعتين، يعني تعملها وتروح الشغل ترجع تحطها في البيض. يعني ده الصح عشان حته اللحمه تشرب من المرينيه بتاعها، ده المفروض يعني. طب ما عملتش كده يا مغازي، انا بشرح ولكن التفاصيل مع حضراتكم. انت معكيش مخرج ولا معاكي طبعا حد هيقول لك الوقت خلص وما خلصش والجو ده كله. حلو الكلام. هناخد كده بعد كده الخلطه الحلوه دي كده، معانا البقسماط من زمان لما كان استاذي الشيف يعلمني كان يعاقبني ويحط لي قدامي 5-6 كيلو سكالوب اعملهم بانيه، معرفش اعمل اي حاجه بقى، اتكتف كده. يمكن الواحد بيتكتف مع نهائيا قاعد اشتغل بايديا كده. نفس القصه. شفت لازم اشتغل بايدي الاثنين كده. واحطها كده تاني. سكالوب بانيه. طبعا خطواتنا بعد كده، السكالوب ده بعد ما يتقلي في الزيت هيتقطع شرايح ويتعمل له صوص جبنه شيدر مطبوخه لطيفه حلوه. شفتوا التتبيله دي مهمه جدا. وانا شغال. نعم ممكن. بقول لي نفس الطريقه دي نعمله مع سكالوب الفراخ. سكالوب فراخ، بنجيب صدور الفراخ تتقطع شرايح، بعد ما تقطع شرايح نفس الطريقه كده. احنا عدينا الخطوه دي كده، نعمل ايه تاني بعد كده؟ هناخد الاسكالوب ده كده في قلب البيض تاني والخلط. ونرجع بيه تاني هنا كده واحده واحده. هو ده. ونجيب طبق كده. عرفتوا ليه انا مش بحب الاكله ديت بجد والله؟ واضغط عليها بالراحه كده بايديا. المرحلة الثانية تحس حتة الاسكالوب اتحولت وبقت كيلو، حتة كيلو لحمة في ايديا. تاني كمان واحدة اهي زي ما هي كده اهو في قلب البقسماط. طبعا بتسيبيها في التلاجة بقى وتحطها في الفريزر، تشد بقى شوية زي هنا كده. ادي كمان تاني قطعة نفس الموضوع. تلاحظ ان لونها هنا اساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري،
حته اللحمه قبل بعد المرحله الاولى من التغليف التوبنج اللي هو البيض والبصمات لونها مد الحمار شويه، نشوف الفرق بين بعد ان احنا نغرقها تاني الخلطه دي كده ونرجعها تاني للبصمات. وانا شغال اضغط عليها كده. وجود الدقيق هنا مع البيض بيخلي حته اللحمه تتغلف طبقه حلوه. نفس القصه. قطعه اسكالوب من دي معاها شويه بطاطس بوفريت كده مقليين حلوين طازه، نجيب البطاطس نقشرها ونقليها معاها شويه خضار سوتيه من البروكلي والجزر والبطاطس، بقت وجبه. معاها بولت رز بيضه حلوه كده، بقت وجبه. معاها شويه مكرونه بالوايت صوص والمشروم اللي انا هعملها دلوقتي، بقت وجبه. الطبقه اتملى، دي اخر واحده زي الفل. انا حابب التفاصيل بتاعت عمل الاسكالوب كده واحده واحده مع حضراتكم. فاكره الخريط اللي كان هنا راح فين؟ تفاصيل خلص، اللي هو البيض والحليب اللي انا كنت مقلبه من شويه واخليهم كده زي الفل، واروق الدنيا كده بقى وخلصت من موضوع الاسكالوب ده. ولكن في معلومه غير معلومه عايز اقولها لحضراتكم للامانه قبل كل حاجه. ايه هي؟ البقسماط اللي انا اشتغلت بيه بالشكل ده كده ما يترميش عشان ما ازعلش منكم. ده بتمسكيه بتشيلي الحبيبات اللي هي الغليظه والتخينه والحاجات الكور الصغيره دي، الكلاكيع يعني الصغيره اللي فيها بتتشال او بتمخليه كويس وتاخديه تحطيه في كيس وتحطيه في الباب بتاع الفريزر لوقت تاني، تعملي بانيه، تعملي جمبري، تعملي فراخ، تعملي سمك. مش اخده زي ما هو كده احطه على حوض الغسيل. انا ضد التبذير، حتى لو دلت بثلاثه تعريفه مفيش اي مشكله، ولكن اقول المعلومه عشان ربنا يسامحنا. خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف مع بعض الاسكالوب ده يتحط في التبريد لمده تقريبا نص ساعه ويرجع بعد كده يتحمر. بعد التحمير التمام بنجيبه نهيئه بقى لاكله ثانيه، لطبق ثاني اللي هو اسكالوب بانيه بالجبنه الشيدر مع خيار مخلل مع كبري اللي هي بذور الخيار، نقدر نحطه مع الفلفل الهالبينو زي ما انت حابه. خلينا نطلع فاصل، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عايزين نعمل شويه مكرونه بقى بالوايت صوص مع المشروم. المكرونه دي الاطفال بيحبوها وانا شخصيا بحبها، ولما اكون مكرونه بيدنه المكرونه البيدنه بختارها دايما مع الوايت صوص علشان بيخش جواها هنا كده مخرجنا الجميل الوايت صوص بعد ما بتستوي، تاخدها كده وتقطمها تحت اسنانك تلاقي الوايت صوص يدخل كده وينعنش كده. تعالوا نعملها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه، بس خلينا نستنى طبعا الميه تغلي معانا. ما ينفعش اسقط المكرونه في ميه مش بتغلى، خليها هنا كده زي الفل. وناخد الاسكالوب بتاعنا بعد اذن مخرجنا عند الزيت. ايه الاخبار؟ اخبار الزيت اهو، اسكالوب زي الفل، تحميره حلوه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، ما انزلش بالتانية دلوقتي خالص وانا بحمر الاسكالوب اهو. هسه اعد لغايه خمسه في سري حلو وانزل بالتانية زي ما هي كده واعد لغايه خمسه في سر ليه يا شيف؟ عشان الاثنين ما يلزقوش في بعض، خلي بالك تمام. وانزل بها كده واعد لغايه خمسه، خلي بالك انت بتعد معايا؟ حلو طيب هنعد للصبح. شفت سبحان الله اتحولت لفخدة ضاني. والله العظيم دي حته اسكالوب اللي هتتعدى ال 200 جرام او ال 120 جرام، اتحولت لفخدة ضاني وزنها 3 كيلو في قلب الزيت. يلا حلو قوي. لا يا باشا تحمير يعني لازم يكون له سنس كده وله طريقه في التحمير مهمه جدا. شوف بقى ازاي وانا بقلب الاسكالوب بسم الله الرحمن الرحيم اتقلبش كتير ده نجيب اللي تحت دي كده يا ويلي يا ويلي نجيب اللي تحت دي كده هو ده
اللهم صل على النبي. نجهز طبق. نيجي الموضوع الجبنة مع الاسكالوب عشان نكمل حكاية الاسكالوب. حلوة قوي. النار اخبارها ايه هنا؟ كله على النار قدامنا. عايز اعمل شوية جبنة، معايا الجبنة بتاعتنا الحلوة. وازاي اعمل صوص جبنة مع بعض؟ طاسة على النار، بحط في الطاسة دي شوية حليب. واحط على الحليب ده شوية زبدة. واسيبهم على النار لغاية لما الزبدة تدوب مع الحليب. وانا واقف براقبها من بعيد كده. حلو؟ اه. ناخد الاسكالوب بتاعنا اللطيف الحلو. بنحطه على البلانش هنا. ده مش الاكل خلي بالك، اه زي ما هو كده. اه ده الاسكالوب اللي احنا تعبنا فيه من شويه بسكينه حاميه. الله، لا سامع الصوت، شفت القطعيه، شفت الجمال ده كده. نجيب طبق التقديم مع بعض. اللهم صل على النبي. اسكالوب بانيه بالجبنه وحقوق الطبع لدينا وبس. الطبق هنا مكانه. ونيجي القطعيه دي كده. سامع الصوت ده؟ الصوت ده؟ سامع الصوت ده؟ سامع الصوت ده؟ اه زي ما هما كده. تاني. اه الصوت ده. اه اه زي ما هما كده هنا. اه نفس القصه. اه الصوت ده كده. اه الله الله الله. السكينه تتناغم مع اسكالوب بنين. اه كمش لا قطعه زي ما هي. اه سامع الصوت ده كده. اه 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 حلو قوي. على فين يا شيف؟ اسكالوب بنين بالجبنه زي ما هو كده. اه اخبار الجبنه ايه؟ نار شديده لسه ما خلصتش. ناخد الجبنه بتاعتنا مسقطة في قلب الايه؟ في قلب الحليب مع الزبدة. اه والله عايز الجبنة سبايسي، حط شوية بابريكا. عايزها بطعم الزعتر، حط شوية زعتر. عايزها بطعم الفلفل الاسود، حط شوية فلفل اسود. الكلام ده ينفع يا شيف؟ ينفع طبعا. اه مع بعض اهو. ادي الجبنة قطعناها شرايح عشان تسيح بسرعة، ونسيبها كده تسيح زي الفل. تمام نعمة. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنروق البوتاجاز بتاعنا ونروق الدنيا عشان الصورة الحلوة تطلع في الآخر حلوة. تمام. ونشوف الجبنة هتسيح معانا ازاي واحنا واقفين مع بعض كده. ايه الأخبار؟ لا ما تزعلنيش، أنا بتكلم البوتاجاز. حلو أهو. نيجي لصلصة الجبنة بتاعتنا الحلوة. أنا قلت النار دي هتنطفي. أهو ونقلب كده. وركز بقى في صوص الجبنه بتاعنا ده كده عشان الولاد بياكلوه بره. عايز اعمله احسن من بتاع بره. ناخد الخيار المخلل بتاعنا الجميل الحلو. قلت المساعده بتاعتي خيار مخلل، راحت جابت لي بتاع الخيار كله. اهو انا عايز خيارتين بس. نقطعهم ناعمين قوي. بديل الخيار ده طبعا اللي هي بذور الخيار اللي هو صلصه الكبري او بذور الكبري اللي هي بذور الخيار، غاليه هي هياها وهي نفس الطعم. افرم دول بالسكينه. حلو. ده خيار مخلل اللي بنستخدمه عادي ممكن مع صلصه الطرطار. اه ناعم، فرمه ناعمه ناعمه بالسكينه. اه حلو قوي. تسلم ايدك يا عم الشيف. معانا شويه بقدونس لسه ما خلصتش. اخبار الجبنه ايه؟ اخبار الجبنه بتناديني بتناديني تاني ليه. اه قلب كده الجبنه خليها تسيح. الجبنه دي هتنزل على الاسكالوب دلوقتي. اخبار الاسكالوب ايه؟ طبق الاسكالوب بتاعي. اه السفره بتاعتي كده حلوه زي الفل. انا عارف انك عايز ده هنا قريتك. ها حبيبي حبيبي وحبيب والديك. اه اه صوص الجبنه بتاعي اخباره ايه؟ عينيا يا فندم. اقل من منت. اه
عايز اعمل حاجه حلوه معلش سامحوني، مهمه جدا الخطوه دي اهو. شويه دقيق صغيرين، قلبي ما بيطوانيش ان انا اسيب تركيه الا لما اعملها. وهنا مضرب، شويه حليب صغيرين بس، خلص الكلام. على فين يا عم الشيف؟ هنقلب دول كده. خلاص خلصت والله. ونقلب كده، ينزلوا هنا معايا، يديني ربط للقوام. خلص الكلام، حلو قوي. يديني ربط للقوام، خلص الكلام اهو. ناخد ده يا عم الشيف زي ما هو كده، الله عليك. ننزل بالايه؟ بالبهريز، هو ده اهو اهو اهو. الصوره الحلوه اهو، والطعم الحلو اهو. ده خيار مخلل بديل لبذور الكبري مع بقدونس ناعم زي ما هو كده اهو. هناخد الخليط الحلو ده كده يا عم الشيف. عايز شويه حليب معلش سامحوني كمان. الصلصه دي جميله جدا، ممكن بديل الخيار نحط الهاليبو او الهلابينو. نعم يا فندم. اهي عايز القوام ده، القوام ده اهو، القوام ده اهو اهو. شفت القوام ده؟ ده اللي انا عايزه اهو اهو. في انسجام ما بين الخيار، ما بين البقدونس، ما بين الجبنه، ما بين اللي انا حطيته من الحليب اهو اهو. زي ما هي كده. عايز طعم ايه؟ حاضر اهو. خلط مينت والله العظيم مينت يا فندم اهو. سنة بابريكا حلوة؟ اه ويلي يا ويلي يا ويلي، هو ده. ناخد الخليط ده كده ونروح عند الاسكالوب. عم الاسكالوب اخباره ايه؟ تعالى. يلا ممكن نختم وانا شغال كده يا شباب. مطبخنا على شاشة القناة الأولى، في رؤية، في فن، في إبداع، في تجديد، بنفس الماتيريال، بنفس الحاجات اللي موجودة في التلاجة، فواكه طازة من خير أرضنا، جبناها حولناها لقالب كسكسي مع الفواكه، طبعا القرفة الناعمة مع الجنزبيل يتصدر الطعم. معانا طبق مكرونة بالوايت صوص، أي نعم هو من قلب المطبخ الطلياني ولكن بيتكلم مصري. معانا اسكالوب بانيه النهارده برضو، ولكن عملناه بطعم جديد خالص اللي هي صوص الجبنه الجميل الحلو اللي الشيف المغازي اضاف له خيار مخلل مع بقدونس مع الفليفر والطعم من الحليب والبابريكا. رؤيه، فن، ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.